حتى حقوق هؤلاء أو أبسطها ضائعة في عراق حكم الميليشيات والأحزاب الفاسدة. غلاء المعيشة المستفحل في البلاد أثر بشكل أكبر على ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تحدوا إعاقتهم وخرجوا بتظاهرات للمطالبة بحقوقهم. اليوم اني جاي نطالب بأبسط حقوقنا احنا ذوي الإعاقة. طبعا حقوق ذوي الإعاقة هواية، نبتدئ اولها وهن المهمات، قرار اللي اصدرته هيئة ذوي الإعاقة 1880، هذا قرار جائر بحق ذوي الإعاقة. مطالبنا هالقرار الجائر نريد نلغيه صراحه. يعني شنو 50,000 طن ياها قطعوها من عندي؟ انت تعرف هذا السوق يوم السوق بيش الزيت، بيش المواد الغذائيه، يعني هذا هسه الطن اقوم قطعوا راتبه، اللي معين قطعوا راتبه. مؤسسة صوت المعوق العراقي اتهمت أعضاء في البرلمان الحالي ممن يطلق عليهم بجماعة رفحاء بتغييب الحقائق ونشر الادعاءات الكاذبة بشأن قيام هيئة ذوي الإعاقة بتوفير كل ما يحتاجه ذوو الاحتياجات الخاصة، وهو الأمر المنافي للواقع تماما. شريحة ذوي الإعاقة شريحة لا حول ولا قوة، شريحة هشة فقيرة تحتاج إلى الدعم الحكومي، تحتاج إلى توفير الخدمات، تحتاج إلى الدعم في جميع المجالات، توفير الدعم الصحي. اليوم شريحة ذوي الإعاقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، أبسط مقومات الحياة تفتقر اليوم. وعلى عكس ما تمناه ذوو الاحتياجات الخاصة من زيادة مخصصاتهم في ظل طفرة أموال النفط، قامت الحكومة بالقطع من هذه المخصصات التي أساساً لا تلبي أبسط احتياجاتهم. يعني ما أعرف هذا اللي قعد وخل هذا القانون أو إجا تجاوز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هل يشعر بهم؟ يعني يشعر بهم؟ يعني الوكيل أو الوكيلة أو المدير أو الرئيس للهيئات اللي موجودة يحس بمعاناة صاحب الكرسي، يحس بمعاناة صاحب العكاز، يشعر بمعاناة العائلة للأشخاص ذوي الإعاقة؟ أنا متأكد ما يشعر بها. وكيف يشعرون بها من يتعاملون مع العراق كأنه مزرعة شخصية لهم ولشركائهم في العملية السياسية؟